الأخوة الفائزين بالمراكز الأولى. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. ها هي انطلاقاتنا متواصلة من ارضية هذا الميدان في هذا المهرجان التراثي المميز الجميل، مهرجان المرموم التراثي الختامي الذي ينطلق ليومه الثاني مع رموز الحجائج وابناء القبائل. تهانينا للفائزين بالرموز الاربعة بهذه الامسية، ونسير مع سادس أشواطنا والمنطلق هنا والخاصة بالقعدان هنا الحجائج ضمن الأشواط المفتوحة. نتابع الصدارة، نتابع المارد على الصدارة وعلى المقدمة خليفة بن سالم بن يداه المنصوري من ينطلق على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني قاصد هناك من الجانب الآخر المنطلق ناصر بن سليم بن سليمان لوهيبي يغير الى الصدارة. المركز الثالث ياتي نجم مبارك بن علي بن عبد الله النيادي، وعلى المركز الرابع والمنطلق بهذه الانطلاقة جلمود محمد بن يوعان بن مسعد العامري ياتينا بانطلاقته، وصل هنا بن كليب مع موفق علي بن سيب بن علي بن كليب ليجتبي من حظى بكاس ايضا مميز وبندقية مميزة في هذا المساء. هناك من الجانب الاخر ياتي الشاطر محمد بن حمد راعشيقه العامري متسللا هنا بهذه الانطلاقات، الوصول هنا والتحدي هناك، والقادم هنا سيد سالم بن حمد بن سعيد بن غصنه العامري، وكذلك قدوم اخر هنا ياتينا بهذا الانطلاق ناصر محمد بن ناصر بن سعيد اللي يجتبي يتواجد بانطلاقته وتحدياته. وصل الجذاب هنا ايضا غاصب بن محمد بن هلال المزروعي من يقدمه على المركز التاسع والمركز العاشر، هو القادم بهذا الانطلاق المميز الجميل هنا. وياتينا هناك شعار بن عفان المنطلق من الجانب الاخر، ياتينا هنا سياف هادي بن حمد بن عفان المنصوري المنطلق بتحدياته، وعاشر المراكز ياتي الاسد محمد بن راشد بن جلمود الفهيده المري. هذه هي النتيجه، نعود الى الصدارة، نعود الى المقدمة والاسماء المنطلقة هنا بهذه التحديات الجميلة. نعود الى الصدارة الى المقدمة والى المركز الاول وصدارة هذا الشوط هنا بهذا الانطلاق المميز. ياتي ناصي محمد بن ناصر بن سعيد الكتبي من غير على الصدارة على المقدمة والمركز الاول، هناك الشاطر محمد بن حمد راعشيقة العامري على ثاني المراكز والمركز الثالث، المركز الثالث من الجانب الآخر المنطلق بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي، ويتسلل من مركز إلى مركز. هنا قادم هنا ضيف هزاع بن حمد بن صالح بشريدة، هنا العذبة من يأتينا بهذا الانطلاقة ضيف قادم من الشحانية، الوصول كذلك هنا جلمود محمد بن يوعان بن مسعد العامري على المركز الرابع، هنا مع الكيلو متر الأخير من غادرناه. الله الله، والأسماء قادمة، الأسماء قادمة بالتحديات الجميلة. هنا يأتينا بهذه الانطلاقات، هنا يأتي هنا سيد سالم بن حمد بن سعيد بن غصنة العامري، والقادم هنا الشاقر علي بن هزيم بن محمد المسافري، ووصل رع اليمشة، وصل رع اليمشة هنا مع بوشر حمد بن هيام بن سالم العامري، ولكن الصدارة الله الله شعار الزرعي من الجانب الآخر مع هنا المنطلق بهذه الانطلاقة متعب عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي قادم ايضا بهذه اللحظات، وارى اسم اخر يتسلل شها هنا راعشيجة قادم ولكن من الجانب الاخر متعب هنا السلالة. الله متعب 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 يتسلل الى الصدارة الى المقدمة والى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. متعب متعب عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط منطلقا بالمقدمة وبالفوز وبالناموس واللحظات الأخيرة. الله الله اللحظات الأخيرة، وصل هنا الماهر هنا راشد راشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة مع مشوش بن حلوكة مع مشوش بن حلوكة مع مشوش 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 سلام بن حلوكة، سلام راس الخيمة، سلام على هذا الفوز المميز الجميل. المركز
الثاني وصل مشاهدينا الكرام هناك بانطلاقة ناصر محمد بن ناصر بن سعيد الاكتبي ومتعب، ثالثا هناك بانطلاقة عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي من أتى هنا منطلقا، وياتينا جلمود رابعا محمد بن يعان بن مسعد العامري، والمركز الخامس كان الانطلاق والتحدي هنا من بوشر حمد بن هجام بن سالم العامري. نعود مشاهدينا الكرام الى التوقيت الزمني مع هنا ايضا بن حلوقه مع مشوش راشد بن سالم بن سعيد بن حلوقه من اعلن الفوز واعلن ناموس تهانينا. والتوقيت الزمني 5:46 جزء واحد من الثانيه، تهانينا وناموس سلام لاهالي راس الخيمه سلام. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام هناك بالانطلاق، هنا ياتينا ناصي محمد بن ناصر بن سعيد الاكتبي بتوقيت زمني مقداره 5:46 ثلاثه من الاجزاء من الثانيه، بينما متعب من حل على المركز الثالث عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي بتوقيت زمني مقداره 5:46 ثلاثه من الاجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها